لا يتوقف قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع على تعز، فالمدينة التي ترزح منذ أكثر من عامين تحت الحصار تعاني ويلات القصف والحصار معا. في وسط المدينة وتحديدا في سوق الشنيني، تسببت قذيفة أطلقتها الميليشيا باستشهاد المواطن عبد الكريم قاسم وإصابة 5 آخرين بعد استهداف تجمعات المدنيين في المنطقة. تبت الوكيل في حي الروضة كانت هي الأخرى هدفا لقصف الميليشيا، ما أدى إلى مقتل 2 من مقاتلي المقاومة. وفي شارع 40 شمال شرق المدينة أفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجوما للميليشيا كان يهدف للسيطرة على شعبة كريمة. ريف المحافظة وتحديدا في مديرية مقبنة، استطاعت قوات الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة من إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيا إلى مناطق الكدحة، تكبدت خلالها الميليشيا العديد من القتلى والجرحى. وتكثف الميليشيا من هجماتها على المدينة بغية تحقيق انتصار معنوي لتعويض سلسلة هزائمها المتلاحقة التي منيت بها في معارك الساحل الغربي.